طب هلا طلعت يعني النيو ديتينج بول شو انت هلا متكل على ايه وبدوباي يعني؟ كيف يعني لا لا يعني كثير حاسس هالاسئله توني خليفه كثير حاسس انت هلا شو عم تعمل بحياتك او مالك لا. مكتبه ليك ما بعرف هلا ام اكسبلورينج حياتي اوكي اي فيل انه لما الواحد يكون بريليشن شيب لوقت كثير طويل كنت في حدا من اصحابي شو بيقول لي ام سيريال مونوغامست انه كل ماي ريليشن شيبس ورا بعض حتى من بعد طلاقي اي وانت ثرو ماني 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 ريليشن شيبس يعني و ات سام بوينت اي ريلايز انه بركي كل البريك ابس ذات ام جوينج ثرو بركي مش اكيد انه الحق علي اوكي يعني بركي بعد بروبلم يعني صرت عامل شيء ما بعرف 5-6 بريك ابس اخر سنتين سو اي سيد خلص انه اتس تايم هيك تو سيتل اون ماي سيلف بدبي لقي حالي انه ما ضيع لحالي وانه يمشي حالي لحالي سو ام مور فوكس هلا على شغلي واتس نايس لا هلا اتس ديفينتلي نايس يعني بعتقد كمان هلا بالديتينج ناو دايز يعني مع منصات مثل تندر منصات مثل مع ابس مثل ايه مش معقول شو بشع منصات مع تندر حد بعضهم يعني يعني بلبنان انا بتذكر يعني وانا سنجل كان في يعني كان في تندر وإذا بتكبر شوي الريديز بتفوت على إسرائيل لا أنا I had some cool and fun experiences على تندر بلبنان مش بدبي لا بدبي it's different بدبي okay. تندر is totally شو صار بلبنان never... آه بدنا نخفي القصة أي أكيد بتصل لك so technically لا هيدا part من my show بس انه it's fine it's a fun story so I had a match وكان كتير غريب لان انا اخر مرة دهرت مع بنت كانت على MSN 11 سنة كانت على MSN exactly so كانت انا جوناتان 103 هي sweetie tweety underscore 101 so انا لقلي تندر كان application كتير particulier يعني سو وقتها كان كوفيد وما كان فينا نشوف بعض وين ما نشوف بعض وما بعرف شو سو قالت لي انه بدك اجي لعندك انا انه اوكي صراحه لبكني شو هالموضوع ما بخفي لكم انه كثير تلبكت سو اجت لعندي وكنا قاعدين عم نحضر فريندز وهيك والجو كان كتير مهضوم وفتحنا قنينة واين احلى باك بيكون فرنز ايه ايه باك هو معروف فرنز انه خلص تترك بنشوف شو ايه لا 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 يعني لا 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 وين عم يعني عم تستبي الامور عم تستبي الامور نحن بعد ما وصلنا لهون وكانت هي قاعدة حدي بصراحة انا كنت كتير ملبك اوكي لان انا بعد ماي previous relationship it was something new لألي إنه شو تندر what people are expecting بعدنا عم نحكي عن managing expectations صح so كنت قاعد حدا وهيك وقربت عليها بطريقة لطفي ايه لطفي كتير مسيحية let's say so قربت عليها بطريقة كتير مسيحية وهي نطت علي شلحت كل تيابة أنا كنت بمود إنه ما عندك إخوة شباب انه ما بدك تتعرف علي اكثر قالت لي لا جورج ماشي الحال والقصص شوي يعني سأدرابي اوكي ليتس سي سأدرابي ليتس سي اذا بدكم تعرفوا الكمال سوايب اب واحضروا واحضروا الون اور اوكي بس كتير بيضحك لانه كل هيدي الستوري هيك اوكي العالم بتعرفها وكل شيء بس خاصه البنت يعني كتير she's a very very good friend وبعدنا بنحكي بكل شيء قد ما مبسوطة بالقصة انه انا بخبرها بالستاند اب مع كل كملتها كل مرة بتكون بالسيت اوكي بتكون بلبنان بصير تقول لأصحابها هيدي انا هيدي انا مهضومة سوبر سوبر مهضومة I feel انه خلص it's something by the way في شيء كتير بعاني بعلاقاتي هلا انه حيلا شيء بيصير معي انه دايما السؤال هيدا الشيء رح يصير on stage ايه ولا لا ايه ما stressful بس ولا مرة ولا شيء بيصير on stage الا ما اذا في consent الشخص انه يصير on stage أكيد. لانه انت ريلي بتحكي عن حياتك كتير اكتر من اكتر الكوميديان انت بتحكي عن حياتك صح انه بزق لزق صح انه ما في هلا واحد بيعرف قصة حياتك مش ضروري بقى يقعد معك بعدين كمان بعد الست كلمة يتعرف عليك what you see is what you get يعني صح خلص ايه يعني هل عندك شيء تخبره لاصحابك بعد الست ما عندي شيء خبره انه تعال احضروا الست انه عندي ابديت انه هلا انا قعدت على جي في تي وهيك هيدا الابديت بالست اللي جيت تبع دبي طبعا عندي سؤال هلا مع كل هذا الكونسبت الاونلاين ديتينج
يعني is it a good thing إنه صار في هيدي خلاص إنه ما بقى لازم تنتظر مثل من زمان تبعت رسالة تنتظر 3-4 أشهر كمان ترجع لك من زمان مع يعني. برفان البنت أو البرفان الشاب أو whatever يعني ما تروح لها هالقد لبعيد إيه اللي كنا نبعت فاكس تروح الان لبعيد كثير حاسه احد ختيارها بس يعني عم بقوله انه قبل يعني اذا كنت التقى بشخص انت كنت عم تحكي عن الرسالات وهيك الابيستولير والغلاسيون ننطر ويجي كافاليي ياخذ المكتوب توصل بعد شهرين او لما كان في حرب بلبنان ما كان يوصل المكتوب لبلك تنطر حدا ياخذ لك اياه مش من زمان قبل انستغرام وكل هولي وكل المنصات مثل ما انت بتقول كان واحد يتعذب شوي ليجيب نمره حدا يعني انه الرجال الشاب اذا عجبته وحده كان لازم يسال اصحابه مين مين بيعرفها كيف بدي ابعث لها هلا بتفوت دي ام انستغرام دغري بتبعت مساج سو اكيد في شيء منيح لانه اسرع واكيد النطره بطلت هون يعني كله فاست في شيء في هيك شيء في لذه بالنطره ما هيك انه تشوف النطره بس النطره تغيرت لانه صارت النطره قد ايه بدها وقت لترد على الدي ام صارت النطره انه خليك على سين مثلا ايه خليك على سين ما بعرف مني اكيد هلا بشوف اتس انذر تايب اوف ستراجل I agree مني كتير هلأ ضليع بالسين الجديدة ما صار إلي زمان تارك أوكي كتير مثل العادة حياتي إكسبوز وين ما كان كيف ما كان بس بنفس الوقت أنا برأيي it's super أصعب لليوم اللبنانيين مثلا بدبي ليه؟ يعني أصحابي كتير لأنه كل جماعة دبي عايشين كل واحد بالكوميونيتي تبعه مع أصحابه ونفس جروب الأصحاب سو كتير أنا إذا بده الواحد يتعرف على بنت كتير كأنه عم يدبروا له إياها مثل أيامات زمان يعني بلايند ديت يعني أنا بعرف حدا كتير مش معقول ما أهدا ما بكرة بنعمل جادرين كرمال تسائب هي تكون هونيك وبنشوف كيف الجو رح يكون سو اجينا بدبي انه فزعين نحن ايه هيدا هو على الأد مثل ما ستهم كانت تدبر جيزة لحدا جاي من الغربة يعني سو نفس الإفة انه ايه مصرياتك محجوزين اوكي رح ترجع على دبي ما تعطي الهم انا مزبط وضعك ايه انا مزبط وضعك ايه كوميونيتي بدبي وعندك كوميونيتي